الاهلي يتقدم على المقاولين العرب 1-0 في شوط اول، كانت افضليه فيه للنادي الاهلي وهو كان الاشرس، هو كان اللي بيسعى للفوز. قلت الهجمات شويه على مرمى محمود ابو سعود وقلت الخطوره، ولكن جت الاهلي كورتين ثلاثه كان فيهم ملامح الخطوره، وهو النادي الاهلي هو اللي كان بيسعى للفوز عكس نادي المقاولين. حتى تمكن طاهر محمد طاهر في الثواني الاخيره من الشوط الاول من احراز هدف التقدم للنادي الاهلي، ملعبه وعارفه يا كابتن شريف. مبروك مبروك لطاهر ومبروك للفرقه كلها. هي الهجمه الوحيده اللي فيها تحرك سليم، اللي فيها رغبه ان انا احرز هدف. الاحساس بالوقت الضائع ده كله من خلال الشوط الاول، اعتقد ان طاهر قاعد النهارده هو وقفشه، تحس ان هما عندهم تحرر بيلعبوا في كل حته، يعني مش قادرين نقول قفشه بيلعب فين او طاهر بيلعب فين. الشكل ان هو بيلعب على الطرف ناحيه اليمين ولكن حاسس ان هو في مسؤوليه كبيره على نفسه، وده اللي احنا كنا مطالبينه بيه. واحرازه هدف في فرقه المقاولين ده حاجه جيده جدا. وفي حاجه تانية يا كابتن، انا حاسس ان الهدف ده بيودينا كده في تفكير كنا اتكلمنا فيه قبل كده كلنا في الاستوديو، ان ليه لا طاهر ما يبقاش راس حربه، يعني ليه طاهر ما يبقاش موجود في الحته دي اهو خطر، وليه لا بيرسي تاو برضو اما بيبقى في العمق كده بيقدر يخلص كرات كتير جدا. فعندنا كذا حد من اللاعبين يقدر نحلله ونساعده ويبقى فيه سبورت لنفسه كمان، انا احلله في التفكير اوجهه ازاي جوه الملعب، وهو في الشكل اللي هو عمله ده بيقول لي انا اقدر اتحرك يمين شويه اتحرك شمال شويه. ولكن الاهم من الهدف والاهم من كل حاجه عشان نخرج بسلام من المباراه لابد انه يكون في الهدف الثاني. الهدف الثاني لان المباريات اللي زي دي انا ما اسلمش منها. قبل كده تعادلوا معانا برضو بضربه ثابته واتلعبت اتردت للراجل السنتر فيلد واتحطها ببطن رجله. يعني يقدروا يروحوا يجيبوا جون ويقدروا يكون عندهم رغبه، وخاصه انهم بيلعبوا على ملعبهم. يعني برضو بيبقى عندك وانت بتلعب على ملعبك بيبقى عندك شيء من الاحساس بالوجود يعني قدام في ملعبك يعني. ف ان شاء الله الشوط الثاني الهدف ده يديك ثقه اكتر في الاداء والاسرع، وانك تخلص المباراه وانك تلعب كرة بتاعتك العاديه. يعني التغيير اللي حصل كله في الفريق النهارده اعتقد بعد 20 دقيقه حصل الاندماج والتجانس بين اللعيبه، يترجم باذن الله للمباراه وتخرج بسلام باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، اعتقد تقدم مستحق للنادي الاهلي للشوط الاول. يمكن نادي المقاولين اهتم اكتر الكابتن شوقي غريب بالاهتمام بالجانب الدفاعي على حساب الجانب الهجومي. مظبوط. يعني النادي الاهلي رغم انه طبعا في حاجات مش بيعملها احسن ما يكون، ولكن الرغبه والحماس صح. والاصرار على المكسب هو عند لعيبه النادي الاهلي. في محاولات مش كبيره لكن في محاولات على المرمى، يعني في تسديده بتاعت امام عاشور ضربت في العارضه وطلعت، في كورتين لموديست، في واحده اتاخر فيها قوي مظبوط اللي هو حب يرقص كانت المفروض تتلطش على طول صحيح. والكره الثانيه اللي لعبها له طاهر حب ياخدها بشكل حلو، يعني المفروض يركز فيها انه كان يحطها في وضع اسهل من كده. يعني في محاولات وفي حماس كبير من ورغبه من لعيبه النادي. بص يا كابتن، دي صوره الهدف. بص طاهر محمد طاهر جاي من ورا لقدام، هو اللي بصاها ودي الخطوره، هو اللي بصاها. ايوه بالظبط، وكمل ومجدي قفشه حطها له وسدد فيها. بس بص نفس الكلام اللي هو قاله كابتن شريف، ان هو طاهر ممكن تكون خطورته اكتر في القلب عن الطرف. هو انت بتستخدمه ممكن كراس حربه عشان ظروف المكان راس الحربه في النادي الاهلي لسه ما فيش حد عارف يملاه بشكل كويس، ولا اسامه تحت راس الحربه او تحت راسين تحت لا تحت راس الحربه، اصل هو مش صانع العاب يعني. لكن احنا بنتكلم في ان النادي الاهلي عنده عجز في المكان راس الحربه، فممكن يتوظفوا فيه، لكن هو طبعا افضل له يلعب في الجنب يعني. المهم ان طاهر قدر يجيب جون في الاخر. في حماس ورغبة كبيرة من النادي الأهلي لكن التركيز قليل شوية. التركيز، دقة اللعبة، دقة إنهاء الهجمة، دقة اللعبة التانية، باستثناء الكرة زي الكرة الأخيرة اللي اتعملت 1-2 حلو بين طاهر وقفشة، وطاهر سدد بشكل حلو قوي على يسار أبو السعود. النادي المقاولين ملوش خطورة كبيرة،
مصطفى شوبير خرج في كورتين طلعهم بشكل كويس، لكن ما فيش حاجه عليه يعني. النادي الاهلي هو الاقرب للفوز، وفعلا قدر يجيب جون في الاول في اخر دقيقه، لكن المهم المحافظه عليه ونقدر نجيب الجون الثاني الشوط الثاني ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن عادل، شوط اول تفوق فيه النادي الاهلي، ولكن الشوط الثاني هو خلينا نتفق، لما بيكون في تغييرات كتيره زي 9 تغييرات تلاقي الشوط الاولاني دائما الفرقه لسه ما بتكونش فيه يعني اندماج قوي، رغم هذا ان النادي الاهلي كان الافضل وكان واحرزت هدف في الاخر. واحرزت هدف الشوط الثاني، هيبقى فيه فكر تاني من كابتن شوقي غريب. من يعني هو في حاجه مهمه يا كابتن ايمن، اكيد ده يلعب على البلان الثاني. كابتن شوقي غريب مش هيفضل هيهاجم خسران يعني، يعني النتيجه واحده، فالنادي الاهلي هيبقى عنده مساحات اعلى ومساحات اكتر. فانت خلصت الجزء الاولاني، يجب عشان تخلص الجزء الثاني انت كمان يبقى ليك البلان الثاني بتاعك لما تجيب الهدف، انك انت لازم تشتغل على الهجمات المرتده كتير قوي وعلى السرعات لقدام، لانه الاهلي يشتغل على الهجمات المرتده. هو اصلا راكب الجيم، مفيش اي وجود لفرقه المقاولين. لا، انا الشوط الثاني هيتغير فرقه المقاولين، فرقه المقاولين هتهاجم عشان هتفتح، ما هتفتح تشتغل على الخطوط. عشان كده بقول لك يا كابتن، لما انت بتكون كسبان الشوط الاولاني لازم اوتوماتيك كده تعرف ان المدرب الشوط الثاني هينزل عشان يخلص الهدف. عشان يخلص الهدف لازم انت تقابله بالدفاع منتظم ودفاع كويس وتعمل هجمه مرتده. عشان تعمل هجمه مرتده لازم تعملها سريعه عشان الارتداد بتاعه مش هيبقى كبير. ولكن اقدر اقول لك ان مع النادي الاهلي في كتير مدربين بيفكروا ان هم ياجل نهايه المباراه، يأجل نهاية المباراة ازاي؟ ان هو ما ينزلش من البداية، ينزل برضو شغال بتوازن اتزان حد ما يعمل الريسك في الاخر. اخر ربع ساعة بيعمل اي مدرب يعمل الريسك، ان هو انت عاوز تخلص قبل الربع ساعة بتاعت الريسك. انت لو لعبك بانتظام نص ساعة الاولانيين يجب عليك انك انت لازم تضغط تجيب الهدف التاني، هتلاقي استعجل واشتغل على البلان التاني انت تقدر تشتغل باذن الله. كابتن بلال، اخيرا رايك في الشوط الاول والسيناريو المتوقع من الفرقتين الشوط الثاني؟ شوف، احنا قبل بدايه الماتش قلت لك كابتن ايمن، دي يعني افضل فرقه انك تغير فيها معاه، وقد كان. بقول العرب لو لعب كده سنتين مش هيجيب جول، سنتين بالظبط بطريقه اللعب دي، بلعب 5-3 أو 5-4-1، الطرفين بتوعه بعاد جدا، شوقي غريب وشاي تمام، بعاد عن اللعب. هم بيلعبوا في نص ملعبهم كره سهله وبسيطه، يعني بيباصوا من رجل لرجل من رجل لرجل، تبان ان في كره لطيفه جدا بتتلعب بس في نص ملعبهم، لكن ايجابيه صفر يعني من وجهه نظري الشخصيه، ايجابيه صفر، خطوره على مرمى، مفيش اي خطوره خالص. وده خد بالك انعكاس على نتائجهم وموقعهم في ترتيب الدوري. انا بلعب كره لطيفه جدا، بس بلعب كره لطيفه جدا من الخلف في نص ملعبي تمام، لكن خطوره وانياب حقيقيه تمام وتأثير على المرمى مش موجود صفر. يعني هم شاطوا كام شوطه؟ ما اعتقدش ان هو شاط ولا شوطه. فرقه المقاولين العرب ما فيش واحده اون تارجت تقريبا يعني، او في واحده خطر، او في واحده مثلا، واحنا ما حسيناش بشكل باي شكل، وما جبناش سيره اصلا مصطفى شوبير غير في كوره طويله بس هو اللي طلع يعني خدها من قدام محمد عبد المنعم. عشان كده بقول لك ان الفرقه دي فرقه تساعدك انك تعمل كل حاجه النهارده في مرمى، تساعدك انك ترجع بشكل كويس. هل ممكن شوقي غريب يفكر الشوط الثاني انه يغير البلان بتاعته، يغير من طريقه اللعب، يغير من الاستراتيجي اللي بيلعب بيها تمام؟ لازم عشان يغير، لازم هيغير في الاداء الدفاعي بتاعه تمام؟ يبقى هيلعب 4-3-3 أو 4-2-3-1. هل هم عنده القدرات والامكانيات؟ هل هو عنده اللعيبه اللي تقدر تساعده في الحته دي؟ وحتى بالنسبه للي قاعدين على الدكه، حتى لو هو بقى الاداء هجومي، ما عندوش بره غير محمود وادي مثلا هو اللي ممكن ينزله كراس حربه الشوط الثاني. عنده محمود وادي، ما فيش حد ثاني، اسلام عبد النعيم، يعني اسلام عبد النعيم يعني ممكن مع الطرف بس. لكن يعني مش اوراق يعني، مش اوراق هو متاخر عنده تمساح، خد بالك، مش اوراق قويه تغير بيها الماتش مع النادي الاهلي. ممكن الكلام ده يحصل مع فرقه تانية تمام، انما مش مع النادي الاهلي تقدر تغير. الاهلي مسيطر بشكل كبير، يعني النتيجه فير. انت بتتكلم في 4-0 تمام، في 2 مودست لوحده كده اسهل من السهوله تمام، ولكن يعني النهارده نوعا ما كويس تمام، بيحاول النهارده وبيلعب على الجول، وجات له كام فرصه كان المفروض يستغل استغلال جيد،
يعني في كرة اللي هو رقص فيها اتنين وحاول في ال 18 وبعدين اتقطعت منه، والتانية اللي عايز يعملها يعني يعني متحرك شوية النهارده. لكن ذهنيا هو مش جاهز يعني، بس النهارده متحرك نوعا ما. هو لو هو لو جاهز يا بلان دي بوز الجهاز مجون اي حاجة. الحتة دي عايزة واحد يلطش كورة، خد بالك يخلص برضو. انت يعني في بعض الاوقات انا مش بلتمس له العذر، ولكن موقفه صعب، خد بالك موقفه صعب. ليه؟ لانك انت النهارده بتلعب في النادي الاهلي، انت محتاج تسجل اهداف، الجمهور مش سايبك، السوشيال ميديا بتتكلم عليك، فانت النهارده خد بالك الثقه برضو، خد بالك انت كلنا بنتمنى له طبعا. طبعا وضع طبيعي يعني في بص. لكن هي مباراه سهله تقدر تسجل فيها يعني، مباراه سهله تقدر يقدر النادي الاهلي يكسب فيها 2 3 مستريح تمام. محتاجين بس ان احنا الكرات السهله تترجم لاهداف يعني، حتى كمان كره امام عاشور كان ممكن تتسجل هدف، الكره اللي في العارضه فدي ثلاثة، والجول اللي انت جبته 4 اهداف يعني النهارده بدون اي خطوره من مولينا على خد بالك وانت ما عملتش مجهود كبير بدون أي يعني النهارده برضو الاهلي خد بالك ما عملش المجهود الكبير قوي تمام، والتعب البدني والذهني اللي يطلع بيه بخمس ست فرص محققين لاهداف. لا انت بتلعب برضو مباراه سهله بالنسبه لك، مباراه زي ما الكباتن قالوا بتلعب على قد المباراه المتناول. على قد المباراه تمام، هي مباراه في المتناول. الشوط الثاني بس محتاجين الشوط الثاني خلي بالك محتاجين بس الشوط الثاني اول 10 دقايق نسجل هدف ثاني. انت محتاج تسجل هدف عشان تخرج المغرب بره الجيم، عشان تخرجه بره الجيم. لو سجلت هدف ثاني في اول 10 دقايق اعتقد فرقه المغرب تخرج بره الجيم. يعني هو ممكن يجازف شويه تمام، يعني شوقي ممكن يجازف فيقول لك لا خلاص انا بلعب قدام الاهلي، بس ممكن زي ما قالوا الكباتن المجازفه ما تكونش من بدايه الشوط. لا اعتقد ان شوقي ممكن يجازف من البدايه، يبقى كده هيعمل تغييرات كمان صفوف الفريق من بدايه الشوط. انا اعتقد ان هو شوقي من بدايه الشوط الثاني هيجازف. خد بالك كابتن ايمن، هي الفكره مش فكره هجازف ازاي، اجازف ليه؟ انت اصلا ما بتوصلش، فانت محتاج توصل اصلا. سيبك من تسجيل الاهداف، انا ممكن اوصل واضيع، فبالتالي محتاج تغييره كده يعني، يبقى فيها توفيق تغييره، يبقى فيها زياده عدديه، لكن انا اصلا ما بوصلش اساسا يعني، المقاول اصلا ما بيوصلش. انا بقول لك لو قعدت سنتين مش هجيب جول، فبالتالي لازم اصلا يغير طريقه اللعب عشان يقدر يوصل انه يبقى ليه هجمات خطره ضد النادي الاهلي. انا بتكلم في الوصول نفسه، مش بتكلم في تسجيل الاهداف. تسجل الاهداف وتقعد في بيتكم اكيد لا طبعا، مش هتسجل الاهداف وتقعد في البيت. انت لازم محتاج انك تروح الملعب وتهاجم وتضغط وبتاع وتشوط وتضيع عشان تسجل هدف، زي ما الاهلي عمل كده، ضيع 3 4 فرص فجات له فرصه اخيره فسجل هدف في الدقيقه 48. يستحق تمام. فانت بتتكلم في المقاولين العرب عشان يبقى له خطوره على النادي الاهلي، خطوره تمام، مش تسجيل اهداف. لازم يغير من التاكتيك اللي بيلعب بيه كابتن شوقي غريب. 5 3 2 دي يعني مضى عليها قرون من الزمن تمام، يعني خلاص اعتقد اندثرت يعني في بعد الحرب العالميه الثانيه، يعني مفيش حد بيلعب بيها دلوقتي في الوقت الحالي. خلاص طرق اللعب بقت في نص الملعب اكتر، مش بقت انك انت ترصص لعيبه. انت مرصص 5 لعيبه ورا صح، الاهلي 5 فرص محققين جوه ال 18 صح. العمليه مش بالكثره العدديه في الحته الدفاعيه، العمليه بالتنظيم الدفاعي والوقفه الصح تمام والارتداد المظبوط. هي دي كره القدم، مش انك تنزل 10 لعيبه توقفهم في نص الملعب عشان تقول انا بلعب جيم دفاعي والعب جيم دفاعي حلو قدام النادي. معنى كلامك ان هو لو بيفكر يبدل النادي الاهلي يا جماعه الشوط الثاني ان هو ممكن يغير كمان طريقه اللعب. طبعا لازم، مش ممكن، ده لازم يغير طريقه اللعب عشان يبقى له تواجد في الحته الهجوميه. انما انا النهارده بلعب كره سهله وسلسه في نص ملعبي ثم ما بعد تمام، الاهلي مسجل اهداف ومضيع. قلت لك قبل الماتش انا قلت لك على عمار حمدي الوحيد اللي هو بيحاول يعمل لهم اي حاجه، وده مش النهارده بس، ده قبل كده كتير قوي في كل المباريات اللي احنا اتفرجنا عليه. هو الكي بلاير بتاع الحكايه كلها، لازم الاطراف دي تطلع معاه، ولازم يبقى فيه سبورت، لازم فيه دخول قدام اي فرقه. ف انا بشوف ان لازم النادي الاهلي يفهم الكلام، حتى يكون عنده نفس المفهوم اللي احنا بنتكلم فيه ده، ويقتل الماتش بقى خلاص يعني. صح، نخلص من اول الشوط الثاني يا كابتن شريف، لان الكوره ما فيهاش امان. صحيح، لا تؤمن اي حاجه. صحيح، لو لعبت وانت هتكسب والكلام ده عندك الاحساس ده ممكن يحصل اي حاجه، ولكن عن طريق المحاولات الفرديه زي ما قلت لعمار حمدي للمقاولين على استحياء. دي مش هتعمل خطوره على النادي الاهلي. دايما الكباتن قالوا لك السبورت ليه اللي قاعدين بره اسمها وادي واسلام عبد النعيم، لازم يفكر هو كمان. هم دول بس الاوراق اللي عنده بره، هم دول بس الشكل اللي يقدر يبادر ان يكون في عنده نقطه ارتكاز اماميه. صحيح. كابتن اسامه سريعا، هل من الممكن نشوف اهداف تانية للنادي الاهلي الشوط الثاني؟ ممكن، لانه شوقي غريب اراد ام لم يرد يعني لازم يهاجم، لانه متعادل ماتشين وخسران 3 ماتشات وما عندوش ما يخسره اكتر من كده يعني. صحيح، فالمساحات هتتفتح في خط ظهره، فممكن النادي الاهلي يسجل الهدف الثاني ان شاء الله. كابتن عادل سريعا الشوط الثاني، اكيد هيبقى في اهداف لان الفرقه عايزه تخلص الهدف وفرقه عايزه تجيب هدف،
فاكيد النادي الاهلي هيشتغل على الهجمه المرتده ويقدر يجيبها باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني لتاكيد الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.